CSA. Spoilers! أنسب اسماء للفيلم هي ماد ماكس فريوسا أو فريوسا فيوري رود على طول، والموضوع ده احنا هنتكلم عليه في الفيديو. كتب الفيلم جورج ميلر طبعا، واثنين تانيين محدش هيفتكر اسمائهم هما نيكولاس ثيريس وبراندون ماكارثي، ورب اعرف ليه لهم صور. والفيلم عبارة عن ريبوت بعد 30 سنة من الانقطاع عن السلسلة. جورج ميلر بيعمل فيهم هابي فيت، لأن عندنا اوريدي ماد ماكس 1، ماد ماكس رود وورير، وماد ماكس اندر ثاندر دوم، وانا شفت منهم اول جزئين وان شاء الله اعمل عليهم فيديو. وبصراحة يا جدعان الجزء ده احلى من اول جزئين بكتير، واحتمال كبير جدا يكون احلى من تالت جزء، لان اغلب الناس بتقول تاني جزء هو احلى جزء في التلات اجزاء اللي فاتوا. الشخصيات اللي هتشد عينك في الفيلم هي اي شخصية عندها اكتر من اربع جمل، لان الفيلم مش من نوعية افلام الديالوج والبلوت، مع ان الفيلم فيه رمزية عليها وده شيء انا مش هنكره، بس الفيلم اكتر هو عبارة عن دوز ادرينالين ضخمة كبيرة محترمة هتخليك قاعد مبحلق للشاشة لمدة ساعتين، وهتستوعب وانت عمال تتفرج ان ايه ده مش فيلم اكشن بس، الفيلم ده فيه شخصيات انا عايز اعرف جم منين، لان الفيلم مش بيشرح لك قوي الناس جت منين، بس بيوريك قد ايه هم واضحين وفيهم تفاصيل، واظن دي من احلى حاجات اللي في فيلم ماد ماكس. مع ذلك في ادوار لازم يتم ذكرها، توم هاردي في دور ماد ماكس، تشارلز تيرون في دور فريوسا، يوكيس بيرنز دور مورتن جوي اللي كان برضه سبحان الله بيلعب تو كاتر في اول فيلم الماد ماكس خالص، ونجم الفيلم بالنسبه لي الصراحه نيكولاس هولت في دور نوكس، ده اكتر يعني اكتر ممثل يستحق انه يتذكر، لان الباقي كلهم ادوار اساسيه فيلم ما ينفعش يمشي من غيرهم. طبعا نوكس الفيلم ما ينفعش يمشي من غيره، نوكس الشخصيه الفرعيه اللي سرقت الاضواء في الفيلم، ولكن اللي ساعده هو الرايتنج بتاعه والدايلوج اللي هم عملوه له، يعني هو اميز دايلوج فيهم الصراحه. من الحاجات اللي تستحق الذكر في الفيلم ده هو ان ماد ماكس ماد بالفعل، ماكس مجنون وبيعاني من اضطرابات نفسيه كتير. في الافلام اللي فاتت لحد دلوقتي اللي انا شفتهم بارت 1 وبارت 2 ماد ماكس متعصب متنرفز متضايق زعلان قوي، بس مش مجنون ومش بيعاني من اضطرابات نفسيه، فكان من اللذيذ ان احنا نشوفه فعلا بيعاني من اوهام وبيسمع اصوات والحاجات دي بتحركه وبتخليه يتاثر والكلام ده كله. الحوار في الفيلم بيعمل المطلوب منه بالظبط، مش اكتر من كده ولا اقل من كده، واكتر دليل على كده ان مثلا بطل الفيلم ماد ماكس ملوش اكتر من حوالي 300-400 جمله، واكتر عدد جمل بيقوله بيبقى في اول 10 دقائق وبيبقى مونولوج شايفه من ظهره وبيتكلم مع نفسه. بقيه الفيلم توم هاردي بيقضيه بيضرب وبيرزع وبيتخانق، وبيعمل الموضوع ده حلو قوي الصراحه، خصوصا ان هو عامل الستانس بتاعته لوحده، دي حاجه يستحق لها تحيه. الحوار ما بين تشارلز تيرون وتوم هاردي، الحوار ما بين ماد ماكس وفريوسا هو لذيذ وحلو، لان بيحترم شخصيته، مفيش حد فيهم بيتعدى على شخصيه التاني من ناحيه ان هو يعمل حاجه غير مطلوبه او غير طبيعيه او غير متوقعه، ده كان حلو. الحوار كله بيلعب في مكان المضمون ومفيش حاجه فيه خطر، مفيش مخاطرات من الكتاب. ناقص زي ما قلنا هو اميز كاركتر في الفيلم، وده بسبب الكتابه اللي اتعملت له، دي تسمح لك انت تشوفه في كذا ضوء مختلف على عكس بقيه الكتاب، وبتلاحظ بسببه ان الفيلم فيه رمزيه الى حد ما عليه، وده بيخليك تحول الشخصيات المورتن جولت فارمر مان ايتر ماد ماكس فريوسا ناكس من مجرد شخصيات لافكار، ان الشخصيات دي ترمز لحاجه ابعد شويه من الكلام اللي هما بيقولوه. واللي بيساعدك على كده كمان الشعارات الدينيه والكلام الكتير اللي هو خاص بالفيلم قوي اللي بيقعدوا يكرروه، زي هو ايت ذا سن وهو اند ذا وورلد الكلام ده كله. وانا قلت لك صح، الفيلم من كتر الرمزيه اللي فيه في ناس وانت اسفارز ان هم يقولوا ان في شخصيات في الفيلم بتمثل الفور هورسمان بتوع الابوكاليبس. سيناريو الفيلم احداثه حلوه ومسليه وبيسمح له ان هو يمشي بيس رائع في الاكشن، فيلم ما فيهوش ولا لحظه ممله. من الحاجات اللذيذه جدا في الفيلم ان هو شوت ان سيكونس، وده معناه ان انت بتتفرج على الفيلم زي ما هم صوروه بالظبط، ودي حاجه نادره وغريبه كمان في فيلم اكشن. من الرمزيات الحلوه في الفيلم هي ويتنس مي، وممكن يكون معناها دي لو انت فكرت شويه فيه. بعد ما تخرج من الفيلم في سؤال حلو قوي بيجي على دماغك، هو الفيلم ده يحتاج جزء تاني ولا لا؟ انا كنت طالع شايف ان مفيش لازمه لجزء تاني، وجه رد صاعق وقوي جدا من جورج ميلر ان هو اوريدي عنده سكريبت ماد ماكس ذا ويست لاند، هو الجزء التاني من السلسله الجديده. بغض النظر عن اللي انا قلته انا متحمس جدا للجزء التاني، بس كان في برضه حاجه تانيه كنت عمال اسال نفسي فيها، هل الفيلم ده ليه كوميك ولا لا؟ لان الفيلم يستحق بكل معنى الكلمه يبقى ليه كوميك، وشايف ان هو انسب حاجه ان هو يبقى ليه كوميك اكتر من جزء تاني كمان. الكوميك هتسمح لهم ان هم يكتشفوا الاوريجن ستوريز بتاعت الشخصيات وبقيه القصص الشخصيات اللي لسه ما سمعناش عنها وما اتحكتش، ممكن تكون بتحصل كمان بعد احداث الفيلم، من غير ما تفقد حس الاكشن، في نفس الوقت تزود حس الديالوج والبلوت والسيمبوليزم الرمزيه العاليه اللي في الفيلم. وبالفعل اكتشفت ان في فعلا كوميك، الكوميك بوك خاصه فيرتيجو تحت دي سي، لان فيرتيجو بقى جزء من دي سي، هيبقى في ريفيو للكوميك انا شغال عليه دلوقتي، وكمان جيم، لان الجيم هتبقى رائعه بالنسبه له، ماد ماكس فيه ماتيريال تحفه الجيم. وبالفعل ماد ماكس هينزل له جيم في اخر السنه من افالانش ستوديو، وبرضه الموزعين هم دبليو بي ورنر براذرز. الفيلم ده فيه اكشن حلو، فيه اكشن معمول صح، فيه اكشن مسلي وفي نفس الوقت مش مسف او ملوش معنى، وفي انفجارات معموله بعنايه وبذكاء، بغض النظر عن حد تاني بيعمل انفجارات كده وخلاص،
بداعي وبدون داعي. فانت لو محبين هذا الشخص ومقتنع بانفجاراته اتفرج على ماد ماكس فيوري رود، هيساعدك. في حاجتين في الفيلم احلى من بعض من ناحيه السينماتوجرافي. اولا ان مفيش اي شيكي كام في الفيلم، ده معنى الناس دي عارفه تعمل اكشن وتعرف تعمله صح ومش خايفه ان انت تلاحظ غلطات او قلقانه ومهزوزه فمش قادره تعمله. وتاني حاجه جورج ميلر كان مصر مع الدايركتور في السينماتوجرافي ان دايما الحاجات اللي بتحصل بتحصل في نص الفريم، دايما اهم حدث في الفريم بيحصل في نص عشان يبقى مريح جدا لعين المشاهد يفضل قادر يركز عليها على قد ما يقدر. الفيلم كله سنتر فريم لحد كبير، وده معناه ان لو ماد ماكس مثلا بيضرب نار، بيتخانق، بيضرب حد، بينفجر، مش هو اللي بينفجر، حاجه بتنفجر، فده بيحصل في نص الفريم وده مريح جدا بالنسبه لعينك وبيخليك قادر تتابع ايه اللي بيحصل بغض النظر قد ايه في كاتس في الفيلم. استخدام الكروس في الفيلم كان اكتر من رائع. العربيات مش بس عملاقه وضخمه وشكلها مذهل ومميز، لا ده كمان فيها تفاصيل حلوه صغيره حلوه قوي وتشد عينك وتحسك قد ايه انت immersed جوه عالم الفيلم، تخليك تحس ان كل عربيه ليها علاقه بشخصيتها او ليها برضو باك ستوري زي الشخصيه دي ليها باك ستوري. وتاني حاجه استخدامها كان حلو قوي في الفيلم هي الادوار النسائيه. بالنسبه لفيلم اكشن هو عباره عن حفله تستوستيرون عملاقه جاي يحضرها الشباب فعرقوا فعبلوا هو واصحابه وجاي بقى اللي هو انفجارات وبتاع. الفيلم كان فيه فعلا ادوار نسائيه بجمل وادوار فعاله ومهمه في احداث الفيلم، مش بتستخدم لمجرد ان هي تبقى اي كاندي. الفيلم الستات مش طالعين فيه كبروبس او فازه او لوحه تتفرج عليها في نص الفريم بعد كده تطلع منه عشان بس تسرق عينك في الفريم ده كده اللي هو ترجع للبطل وهو بيعمل 30 دريفت في مكانه او بيعلق الجاكيت بتاعه ويشحور 15000 واحد ترانسبورتر. فدي كانت حاجه جديده وريفريشنج انت تتفرج عليها في فيلم اكشن. ده بتدل عليه بفريوسا وشله السوبر مودلز والسوبر سولجرز اللي معاها. في ساعات كتير قوي في الفيلم فريوسا مش بس بتبقى اهميه ماد ماكس، لا كمان بتبقى اهم منه. لكن ده مش معناه ان ماد ماكس ملوش لازمه في الفيلم او محطوط كده وخلاص، لا ماد ماكس لحد كبير مسؤول على اكبر تحول في احداث الفيلم. وده السبب ان انا قلت في الاول خالص الفيلم المفروض يبقى اسمه ماد ماكس فريوسا او فريوسا فيوري رود. والحمد لله يعني الفيلم مش كله فيمينست كده وخلاص. الفيلم بيعمل تعليق رائع جدا على فكره ان الحياه سلسله من الاختيارات، مثلا اختيار ناكس ان هو يسمع كلام مورتن جو من غير تفكير، اختيار ناكس ان هو ما يسمعش كلام مورتن جو خالص بس يتبع نفس الافكار اللي هو كان بيتبعها طول حياته، اختيار ماد ماكس ان هو ما يتدخلش في اي حاجه ويعيش بس عشان يسرفايف، اختيار ماد ماكس ان هو يضطر يتدخل ويبقى جزء من الحل مش جزء من المشكله، اختيار فيريوسا ان هي بطلت تبقى جزء من المشكله وتبقى جزء من الحل. فالفيلم بيعمل انعكاس رائع دي اختياراتك حتى في الويست لاند، حتى ان لم تكن مفروض عندك اي اختيارات في عالم قاحل ما فيهوش ولا زرع ولا ميه ولا حريه ولا عداله ولا كلام من ده، ان اختياراتك هي اللي بتشكل العالم ده مش الظروف. الظروف جزء من تشكيل العالم لكن في الاخر خالص اختياراتك هي الاساس. مركزي الوحيد على الفيلم هو ان مفيش ولا لونج تيك في الفيلم خالص ولا واحده، دي كانت هترفع من مستوى الفيلم جدا. على سبيل المثال من اكتر الافلام المحترمه في افلام الاكشن او الافلام بشكل عام هو اولد بوي، وجزء من هذا الاحترام والتقدير العالي هو اللونج تيك اللي في الفيلم لان اللونج تيكس بتبقى صعبه. والفيلم ده كان عنده فرصه ذهبيه الصراحه ان هو يعمل لونج تيك مميزه جدا بسبب انهم كان عندهم بروبس عمدان تقعد تطلع وتنزل كده، فبكل بساطه كان ممكن واحد من ستانت مان يبقى ماسك الكاميرا ويطلع وينزل ويسلمها لواحد تاني لما يقعد يطلع وينزل، كانت تبقى عبقريه فعلا كانت ترفع من مستوى الفيلم كتير. اخراج الفيلم اكتر من عبقري خصوصا ان احنا بقالنا سنين ما شفناش فيلم ضخم اكشن مصروف عليه بهذا الحجم وليه عالمه الخاص. ساعه تقريبا بايرتس اوف ذا كاريبيان الجزء الثالث ما شفناش فيلم من هذه النوعيه وفي نفس الوقت يبقى فيلم متماسك وليه حبكه وقصه واحداث. الفيلم حكمي عليه في الاخر هو ان انت لازم تتفرج عليه في السينما، ولو ما ينفعش تتفرج عليه في السينما يبقى لازم تتفرج عليه فول اتش دي مش اقل من فول اتش دي. ماد ماكس فيلم خصوصا لو انت بتحب افلام الاكشن لازم تتفرج عليه بكل معنى الكلمه، ولو اتفرجت عليه تصوير سينما يبقى انت مشكله محتاج تعالج. نقطة للزمن، الفيلم الوقت نزل فيه خدمه جدا. الفيلم ده يا جدعان اتأجل كتير قوي واظن ان هو لو كان اتعمل قبل كده ما كانش هيتقابل بنفس الحفاوة دي بسبب الصيام اللي احنا كنا صايمينه من بعد بارتس كاريبيان 3 للفقر في افلام الاكشن. نفس الوقت بغض النظر الفيلم ما كانش فيه سي جي اي كتير ولكن التخديم على البروبس والتخديم على الاكسبلوجنز والتخديم على الاكشن بشكل عام مناسب قوي للفتره اللي احنا فيها، كان ممكن يبقى اصعب شويه او اقل شويه من سنين خصوصا لو انت اتفرجت على ماد ماكس 1 و2. لا 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 لا, لا. الفيلم كان محتاج تخديم عالي قوي وكان موجود في فيوري رود. ماد ماكس 1 و2 ما فيهمش اي تخديم على الاكشن يا جدعان، بالذات 1. بالمناسبه يا جدعان عمو الجامد جدا ده اسمه كوما ذا دوف، ليه اوريجن ستوري فعلا يعني مش مجرد كده شخصيه كده وخلاص، وفكروا فيها والاوتفيت بتاعته دي اخدوا انسبيريشن من اي سي دي سي. والفليم ثرور ده مش سي جي اي، ده فليم ثرور بجد. الواد ده كان بيلعب جيتار بتنطط في مكانه ويضرب فليمز. سؤال سريع للحلقه، ليه تفتكروا بيقولوا عليه ذا سولت؟ طبعا السؤال ده موجه لكل الناس اللي اتفرجت على الفيلم.
وركزت لان في ناس فرقت فيلم انا شايف فكره بتكلم عن ايه دلوقتي. انا حاجه اتعلمتها في الفيلم هو ان كل ما بتزيد نسبه الاكشن في الفيلم كل ما بتقل قدره المشاهد على التركيز على البلوت والديالوج، وفي نفس الوقت كل ما بتقل قدره فريق العمل على ان هو يقوي البلوت والديالوج. في نفس المعادله كل ما بيقل الاكشن في الفيلم او العمل الفني بشكل عام بيزيد التركيز وبيزيد قدره المشاهد على تحصيل البلوت والديالوج. في حاجه زي دي بتلاحظ ليه في ناس بتعتبر بريكنج باد احسن بمراحل من جيم اوف ثرونز، بغض النظر ان جيم اوف ثرونز بيعالج او بيتكلم عن قضايا كتير جدا عن بريكنج باد. ليه؟ لان الاكشن في بريكنج باد كان مستخدم كلحظه فارقه قوي حياه الكاركتر ومن بعديها الكاركتر بيتغير، استخدمه كبلوت ديفايس. والاكشن في جيم اوف ثرونز بيستخدم كاكشن، في لحظات كتير جدا بيبقى اكشن بس في لحظات قليله بيبقى بلوت ديفايس. ده سبب ان المشاهد ممكن يقدر عمل فني الاكشن فيه اقل لانه بيحس ان التركيز اكتر على البلوت والديالوج، بغض النظر في ان العمل الفني التاني فيه بلوت ودايالوج كتير جدا بيتكلم عن قضايا مختلفه. ده فيسبوك للشانل وهنا تويتر عشان ديسكشنز، وهنا ممكن تلاقي فيديوهات جديده تتفرج عليها وسبسكرايب او من تحت، وهتلاقي اللينكس في الديسكريبشن بتاعت الحاجات دي كلها.